بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح. تحية صباحية لكل مشاهدينا إن كان من داخل أو خارج السلطنة، أبنائنا وإخواننا وأخواتنا الدارسين والعاملين على المستوى يعني نقدر نقول على مستوى شخصي أو على مستوى شركات ومؤسسات خارج السلطنة، نقول لهم تحية صباحية إن شاء الله تكون مفعمة. في بعضهم يكون فترة المساء عندهم الحين، وفي بعضهم العكس، يعني أول الصبح يعني باكر بشكل من 6 أو 4 الفجر تقريبا في بعض الدول. عموما نتمنى لكم دائما متابعة شيقة لكافة برامج تلفزيون السلطنة وأيضا لبرنامجنا قهوة الصباح بشكل خاص. لازم شوي كذا نعطي عمرنا تمديحة كذا على أول الصبح عشان نرفع معنوياتنا. كذلك أقدم تحية صباحية لكل الزملاء والزميلات في المجال الإعلامي، صحافة، إذاعة، تلفزيون، على أعمالهم ونشاطاتهم اليومية بشكل عام، وبشكل خاص من ينتقون أخبارهم وكذلك مواضيعهم حتى يفيدون كافة شرائح المجتمع، المواطنين وكذلك المقيمين. تحية من فريق برنامج قهوة الصباح، كادر التصوير، فريق إدارة الاستوديو، الفريق الفني اللي في الخلف، طاقم الإخراج، الله يعطيهم الصحة والعافية دائما، طاقم الإعداد وكذلك الهندسة والإضاءة والفنية الصوت، وكلهم الله يعطيهم الصحة والعافية دائما يسعون من خلال استوديو برنامج قهوة الصباح اللي هو يعتبر في أحد المقاهي الخاصة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اللي تم انتقاء هذا الموقع لحين الانتقال للاستوديو الرئيسي لبرنامجنا قهوة الصباح بحلته الجديدة. حلو حلوته الجديدة هذه. أيضا أحب أنتهز فرصة لتحية صباحية خاصة جدا لكل الأمهات والآباء اللي قاعد يتابعونا في برنامجنا قهوة الصباح، ونقدم لهم تحية خاصة ونقول لهم إن شاء الله دائما كذا تكونوا سعداء بمتابعة فقرات البرنامج، أيضا سعداء بنجاحات أبنائكم، وأيضا تحية خاصة لكل الطلبة والطالبات. بقي أحد بعد ما حيناه صباحية؟ وأيضا لكل يد تعمل ولكل وجه مبتسم ولكل يعني إنسان كذا يذكر الناس أو الأطراف الأخرى بكلمات طيبة. عموما في حلقة اليوم كالعادة هناك عندنا ثلاث وقفات حوارية، بيكون عندنا موضوعنا الأول للحديث عن جانب الأعشاب الطبية والشعبية أو كما يطلق عليها الطب البديل مع الأستاذ صهيب الفرعي وهو حكيم أعشاب بمركز الدواء الشافي، وبنتكلم حول عاد حطوا خطين تحت الموضوع، العادة الكل يسعى عشان يخفف وزنه، ولكن المرة هذا بنتكلم عن الأعشاب اللي تزيد الوزن. في بعضهم عندهم يقول لك أنا ضعيف ودي أمتن شوية، المهم طبعا مش منهم أنا. أيضا عندنا فقرة ثانية بتكون أيضا تركيزها عن مركز الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، وبنتكلم عن الأعضاء الجدد عندهم دائما كذا في مناسبة لما يوصل عدد معين من منتسبي هذه الجمعية يعملونهم احتفالية تعريفية يتعرفون فيها على الجمعية ومرافقها وأيضا يتعرفون على بعض. زي ما يقولون كل جامعة اليوم المفتوح، فعند الجمعية شيء من هالقبيل. أيضا مسك الختام بيكون جانب يخص المرأة، هذه المرة بنتكلم عن أهمية العناية بالبشرة وكذلك المحافظة عليها، وخاصة بما يخص المناسبات الاجتماعية بتكون معنا خبيرة التجميل نادية بنت أحمد البلوشي. هذا محتوى حلقتنا بالنسبة لفقرات الضيوف. أيضا بتكون عندنا مجموعة من التقارير الصباحية، وكذلك بتكون عندنا مجموعة من العناوين الصحفية لصبيحة هذا اليوم، وأتمنى لكم إن شاء الله يا رب متابعة شيقة لبرنامجنا. التذكير بالنسبة لأرقام الهاتف اللي يحب يتواصل معنا في فقرتنا مع الحكيم صهيب على 24943701. والحين موعد الشاي الأخضر، فاصل وراجع.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى فقرتنا الأولى في برنامجنا قهوة الصباح. كل يوم اثنين كذا عندنا فقرة خاص بالأعشاب، ودائما نقول لك إذا ما ضرتك إذا ما نفعتك ما تضرك، ولكن أذكر في حلقة سابقة تكلمنا في بعض الأعشاب مضرة إذا كان ساء استخدامها. نرحب بضيفنا العزيز الحكيم صهيب بن ثاني الفرعي، حكيم أعشاب بمركز الدواء الشافي. كثير الناس قاعد يسألوني وين مقرهم علينا، احنا بنكمل السنة ما شاء الله تبارك الله، وما زال هذا السؤال. موقعهم بالسيب على شاطئ البحر، يعني بالطريق البحري على ايدك اليسار اذا كنت رايح ويمينك البحر، والعكس صحيح اذا كنت جاي ويسارك البحر هم يكونوا على جهة اليمين. في مطعم معروف هم جانب هذه المطاعم عشان ما نزوي دعايه بعد اكثر من كذا. شو اخبارك ضيفنا؟ الحمد لله يا مرحبا بك، البركه الله يخليك. العاده احنا دائما نتكلم، ممكن حديث الناس على مستوى العالم الاكثر الاغلبيه دائما يقول لك احنا نبغى الاعشاب اللي تخفف الوزن، نبغى الزيوت اللي تسد نفسنا شوي عن الوجبات، تعبنا من كثر الحلويات كيف اقدر امنع نفسي؟ ولكن نجيب يعني من الندره ان يكون في اعشاب تساعد على زياده الوزن. يجونك كثير الناس او هذه الفئه اللي راغبين في زياده الوزن؟ صراحه يعني هم كثير من الاشخاص يجوني يقول والله انا وزني ضعيف وحاب اني ازيد من وزني وكذا، فانا اول شيء قبل حتى انا اعطيه الدواء واعطيه الوصفه واعطيه اي حاجه اقدم له نصيحه. اقول له شوف الحين احنا مثلا عن نفسي يعني كان وزني ضعيف، فبديت في الاكل وبعض الادويه وكذا، فصار عندي تخمه الحين. فالحين محروم من الحلويات، محروم من بعض الاكل، اكلي بقياس، حركتي يعني تعب في الحركه، في النوم يمكن ربما يكون. فاذا انت تشوف نفسك يعني سليم ورشيق وما في يعني عندك امراض اخرى، وعندك يعني نومك طبيعي واللي نفسك تشتهيه وتاكله من غير اي مشكله، كلت بقياس او كلت زياده ونقصان ما عندك مشكله، فاحسن لك لا تحتاج للدواء. قال كيف انت ما تريد تبيع لنا ادويه وحاجه؟ قلت له ما بس ابيع لك ادويه او ابيع لك عشبه او وصفه، لكن هذه نصيحه اقدم لك اياها. فاذا الشخص قال لا انا راغب انه يعني ازيد له شيء بسيط، في بعض الاعشاب اللي هي تساعد عشان فتح الشهية وعشان زيادة الوزن. نعم. زين بالنسبة للأطفال. بالنسبة لل يعني الأطفال، لأن بعض المرات يمرون بحالات يسمونها سوء التغذية. نعم. وينصح من قبل الأطباء أنهم لازم يكونون في مراجعات طبية وسلسلة من الزيارات عشان يوصل للمستوى، خاصة إذا كان في أطفال عندهم عزوف من أكل الخضروات أو إلى ذلك. نعم. أنا بتكلم في هذه التفاصيل معك. حلو. ولكن ودي شوي كذا، أنا دائما أحب المواضيع هذه أخذها بطرافة عشان تقدر توصل الناس بشكل سلس. اللي جو يعني من خلال متابعتك للناس اللي زوروك، هل هي حالات مرضيه تكون اسبابها او بالفعل هو جانب وراثي؟ يعني تلقى ممكن من الاسره جاي من الاب او الجد او الام. هي بالدرجه الاولى ممكن تكون حاله وراثيه او انها تكون طبيعه في الجسم. نعم. بعض تكون هذه من الطبائع في الجسم. يعني تحصل اشخاص يعني ياكل يقول لك انا اكل وشهيتي. نعم. مفتوحه. نعم. لكن الحين 10 سنوات وحتى كيلو واحد ما زدت. نعم. يعني فحابه. نعم. حتى اغير من شكلي. نعم. من نفسي. نعم. يعني من حاجه، فهذا ممكن ياخذ على الادويه. اما طبعا الاشخاص اللي عندهم امراض معينه مثل مشاكل في الدم او في مشاكل الحديد في الدم او الهيموجلوبين او الاشياء الاخرى طبعا، او عنده مثل مشاكل اضطرابات في المعده. نعم. فهذا طبعا يحتاج يعالج المشكله اللي هي الاساسيه، مثلا عنده مشكله في الدم يعالج مشاكل الدم، فبعد الجسم طبيعي تدريجيا يبدا في زياده الوزن، عنده مشاكل في الغده، عنده مشاكل في الدوره الدمويه، عنده اشياء اخرى. واللي يجي ايضا في نصائح طبيه يقول لازم ترفع وزنك لانه منخفض، هنا انتم ممكن تكون مساهمين في هذا؟ اي هذا طبعا اذا مثلا هو اخذ عليه فحوصات معينه والطبيب قال والله عندك مثلا انت سوء تغذيه وعندك وزنك ناقص اقل من الحد الطبيعي مع الطول مع الوزن يعني، فيقول لك لابد من تزيد 5 كيلو و10 كيلو وكذا، فهذا الوقت نحن طبعا نصرف على طول الوصفه. حلو. او العشبه يعني. نعم. نعطيه بعض البرنامج حتى البرنامج الغذائي. نعم. في البيت فيستفيد من الموضوع. زين بالنسبه للعشبه اللي احنا بنتكلم عنها الحين بعد شويه، هل هي تخص فئه عمريه معينه ولا ممكن تكون ايضا للاطفال وكذا كذا؟ ممكن للاشخاص من سنه فما فوق. السنه اللي ما فوق. اي سنه ما فوق. زيادتها ممكن يكون لها ضرر ولا يعني خاصه القاعده معروفه طبعا، اي شيء يزيد عن حده ينقلب. نعم. عموما احنا بنتكلم عن العشبه، بس حب اذكر المشاهدين اللي يحب يتواصل معانا ان كان بالنسبه للامهات اللي تحس اطفالها ممكن يعانون من سوء التغذيه او كذلك نقص الوزن او وزنهم مو طبيعي بحسب السن وكذلك الطول، ممكن يتواصلوا معانا على ارقام الهاتف اللي بتكون ظاهره على الشاشه على 2494337001. اعيد واكرر
0548-24-94-31 نتعرف على العشبه. ترى احنا وانت داخل قاعد كل واحد يفتي ايش هذه بتكون هالعشبه. نعم هذه العشبه اسمها عشبه الكثيره. الكثيره؟ ايه الكثيره نعم. وهذه يعني لها اكثر من استخدام يعني. حتى استخدام داخلي واستخدام خارجي. نعم. فهذه من الاعشاب النادره والاعشاب حتى غاليه الثمن. ايه يعني وفوائدها عجيبه ومتعدده وطيبه. انا قاعد بس إيه شوي عشان يكون شكلها كذا واضح. زي هي كذا يعني هي المجففه ولا هي كذا اصلا هي شكلها؟ هي كذا شكلها كذا وتكون مجففه طبعا. هي تاخذ من ساق الشجره وتقطع بالسكين تخرج بهذا الشكل يعني. ممتاز. هي بهذه الطريقه. فمن الاعشاب الممتازه كثير وطيبه. مره ثانيه اسمها؟ الكثيره. الكثيره. الكثيره وسبحان الله بتزيد الوزن فماشيه مع الكثيره. يعني هي ممتازه جدا وما بها اي اضرار جانبيه ولا اي حاجه وتعتبر حتى هي نادره العشبه هذه. نعم. يعني انا حتى تقريبا يمكن من سنتين كنت انتظر هذه العشبه. سنتين هي. من وين هي؟ هي عشبه شاميه اصلا. في بعض المشاريع في دول الشام فالحين وصلتنا قبل يمكن اسبوع بس. فلما وصلتنا على طول خبرت الاخوه هنا في البرنامج قلنا هذه الحلقه بنعملها عشان حلقه زياده الوزن لان العشبه وصلت. زين يعني لهالدرجه هي تعتبر عشبه نادره؟ هي نادره تعتبر وفي نفس الوقت يعني وصولها الينا شوي يمكن يكون في صعوبه. اي نعم. اي لكن يمكن في بعض الدول تكون متوفره عندهم باستخدام. زين الكثيره هذه كيف تستخدم؟ هاي طبعا اول شيء تطحن. من تطحن وتعمل البودرة تخلط مع العسل للأطفال ممكن تأكل. نعم. أو حتى ممكن تأخذ ملعقة صغيرة تحطها مع كأس حليب. نعم. أو حتى عصير. وتشرب صباحا مساء. نعم. تساعد فتح الشهية تساعد في زيادة الوزن. في تنشيط الدورة الدموية والطاقة للجسم كذلك بعد. زين كم مرة تقريبا تستخدم؟ يوم يعني للأطفال حتى كل يوم مرتين. نعم. وللكبار حتى كل يوم مرة واحدة. يأخذ لمدة 20 يوم ويشوف كيف التحسن. إذا احتاج زيادة قرعة أخرى. نعم. يستمر 20 يوم ثانية مرة ثانية. ممتاز. إحنا جانا اتصال ما نعرف خص الكبار أو الأطفال. نقول مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكل زيادة الوزن على 2-4-9-4-3-7-0-1 هذا رقم هاتفنا اللي حبي يتواصل معنا مباشرة على ما يجهز الاتصال. نكمل بس شوي مره ثانيه. اذا هي تطحن. اي نعم تطحن. لازم تكون ناعمه جدا. هي تكون ناعمه بودره. ايوه وتوضع يا من العسل او الحليب. او الحليب او ممكن حتى مع عصير. مع عصير. مقدار ملعقه. مقدار ملعقه صغيره. وللاطفال يمكن عشان يكون الطعم او الاطفال تعرف اولاد عندهم سوء تغذيه يقول لك والله ما احب. ممكن تحط حتى مع الشوربه. اي نعم. تحط مثلا مع بعض الحلويات مثلا من التمر حلويات التمر وكذا وتوكل تخلط مع بعض كعجينه تعمل. نعم. ممكن حتى تعمل زين رائحتها طعمها. رائحتها طيبه. عليها رائحة عطرية هي بس طعمها كيف؟ طعمها نفس الشيء مقبول يعني أفضل من طعم اللبان. أي نعم. وللأشياء الأخرى ممتاز يعني طعمها مستساغ. مستساغ ورائحتها أيضا طيبة. يعني لا هي نفاثة بعض المرات تكون في بعضهم طعمها مزعج. زين اللي يقول لك أنا ما فيني أخلطها مع عسل وأحطها بحال أبغى أخذها كذا وأشرب عليها ماء ممكن يصير هالشيء؟ ممكن يسف يعني. يسف يعني ممكن ملعقة ويشرب عليها ماء. زين متى بيحس المستخدم خاصة ضعاف طبعا مو أنا يحس إن الوزن بدأ يزيد يعني من أول 10 أيام؟ أول 10 أيام. لكن طبعا كمان تعرف أخي عبد الله طبعا هي العشبة هي عشبة مساعدة. فالشخص من أول 10 أيام بيحس حتى بنشاط وحس حتى يعني فتح في الشهية أكثر. فهو يركز على الطعام. نعم. الطعام أفضل من الأدوية. أفضل من كل حاجة. ممتاز. يركز على بعض العصائر يركز على الفواكه يركز على شرب الحليب باستمرار. يعني يكون يعمل برنامج حتى يروح للطبيب معين أو يدخل. نعم. في برنامج معين للتغذية فهذا يساعد كثير مع استخدام العشبه. إن هنا نقطه كثير مهمه ان بعد فتح الشهيه كثير من الناس وخاصه اللي يبغى يزيد وزنه باسرع وقت يقول لك انا باكل حلويات عشان ازيد وزني او بشرب العصاره والفواكه اللي ممكن تعطي نسبه عاليه من اللي يعملوا خلطه المانجو مع الحليب عشان يزيد وزنه. نعم. هل تنصحونه انتم بنوعيه من الوجبات عشان تكون غذاء صحي كذلك؟ ان جسده يستفيد مو مجرد تراكم دهون يصير عنده. هل تقولوا له والله مع هذه العشبه احنا ننصحك بالوجبات الفلانيه او الاغذيه الفلانيه؟ نعم. اللي عشان انك تعمل لك بنيه جسديه وما يكون مجرد دهون في الجسد. صحيح. هو طبعا موضوع التغذيه وكذا اصلا ما مخصصنا احنا. نعم. في اطباء ما شاء الله علينا وفي برامج وفي مواقع يعني تنصح بهالشيء هذا وناس يعني خبراء. بالنسبه للاطفال
كثير من ربة البيت او رب البيت يقول لك والله انا اخذ الفواكه ولحد ما تخيس في الثلاجه. اي نعم. ما حد ياكل يعني ما ياكل فواكه. إيه يمكن يكون الخطا ما من الطفل، الطفل ما بيفتح الثلاجه وياكل. إيه إيه لكن لما انت يعني بعد الغداء او مثلا بعد الوجبات اللي هي تكون بعيده عن الطعام الى وقت العصر او وقت الصباح في الاجازات او بعد المغرب الطفل يكون راجع من اللعب جوعان وكذا يستغل الاوقات هذه. إيه اخذ الفواكه اعملها اقطعها بطريقه معينه. إيه إيه اخذ مثلا ملاعق معينه، اخذ مثلا صحون معينه. إيه إيه تلفت النظر، تلفت النظر في الطفل يتشجع. إيه اعملها كعصير معين، اعملها مكسرات فيها فوق. إيه لا انتظر انهم بيروحوا يفتحوا الثلاجه. عندنا اتصال يقول مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. معك ام سلطان من محافظه فاس. تفضلي يا ام سلطان. الله يحييك. مشكورين اولا على هذه المعلومات القيمه. تسلمين. بس اسال بس الاخ الدكتور هذا اذا كان عندي اولادي ضعاف شويه وزنهم شهيتهم ضعيفه وهم صغار يكونوا متانين، يوم يكبرون يزيدون على سنتين يضعفون. فاريد وصفه لرفع الوزن ما تكون مضره اكيد لان ما سويت لهم فحوصات صراحه. عندهم امراض؟ عندهم يعني لا قدر الله في امراض او سوء تغذيه مثلا؟ لا والله الحمد لله لا عندهم امراض ولا عندهم سكري ولا عندهم شيء، بس ضعاف الحال وحركيين شويه. كم عمرهم الحين؟ والله عندي بنت عمرها 5 سنوات الحين، كملت 5 سنوات. وفي واحده عمرها 10 سنوات. 10 سنوات خير ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله ان شاء الله. انت محتاج تبين الوصف. كبير عمره 17. ما شاء الله بعد 17. الله يعطيهم الصحه والعافيه. أيوة. يلا شكرا. مشكوره يا ام سلطان، تسلمين، يعطيك العافيه. اذا في اتصال ثاني بعد ناخذه معنا. السلام عليكم. ما في زين. احنا ذكرنا عمر عند الابناء اللي عندها 5 سنوات 10 سنه 17 سنه عندهم يعني ضعاف في الجسد. نعم. كيف ممكن نصيحه؟ طبعا العشبه هذه مفيده. بس هل ممكن نقول لهم يمكن اذا كان صحتهم طيبه وما فيهم ما يعانون اي شيء انهم يستمرون على هذا البنيه افضل، ولا تنصحهم لازم اذا كان الاطباء قرروا ان مثلا بنيتهم طبيعيه وما في داعي لزياده وزنهم؟ نعم. والحين بهذا الشكل هم يعني صحتهم جدا ممتازه. ما تاثر على اي مستقبليا على اي امراض، مناعتهم ممتازه، فحوصاتهم طيبه. ما يحتاج لاي عشبه ولا اي حاجه. نعم. اي فقط بس يعني يركزوا، انا دائما انصح باستخدام حتى العسل النحل. نعم نعم. اي يعني يوميا ملعقه عسل للاطفال خاصه. يعني هذا اول شيء العسل، طبعا الله ذكر بانه فيه شفاء للناس. ثاني شيء انه يحتوي على معادن، على حديد، على مغنيسيوم، بوتاسيوم، على فيتامينات كثيره يعني. فحتى سبحان الله الحين احنا ندخل على فتره الشتاء. نعم. فتعرف كثره المناعه. اي فكثره الامراض الحين بكثره، حتى الطفل لما يتعرض للزكام او حمى او شيء بتجيب الشكل الخفيف ما مثل السنوات الماضيه. صحيح. لما تجيه تخليه في الفراش يمكن اسبوع او وقت معين. لو بغينا انا يمكن السؤال على ذكر العسل، في كثير انا سمعت اقاويل يقول لك اذا بتاخذ العسل لا تشرب بعده ماي. يعني دائما يكون اعطيه فتره من الوقت، يعني او خذه على الريق او قبل النوم يكون هو اخر شيء تاخذه. مدى صحه هذا الكلام يعني؟ معلش هو شوي موضوع بس انا لأن كثير ذكرت العسل فقلت حبيت ان انا عن باب خبرتنا الحين يعني 15 سنه في مجالي وانا من تجار العسل مثل ما يقولوا، و15 سنه استخدم العسل بكل بجميع انواعه وشفت كثير من العسل وقريت عن العسل كثير يعني. فاستخدامه مع الماء ما في شيء يعني بالعكس، هي ممكن حتى العسل يخلط مع الماء ويشرب مباشره. حتى يعني بعض الامراض يعني يقول يعني لابد ما ياكل العسل مباشره بحكم انه ما يذوب العسل بشكل سريع. نعم. فما يعطي المفعول السريع في الجسم، فافضل انه يخلط مع الماء وانه تشرب عليه ماء. نعم. هي كذا يعني. يعني ممتاز. انا ما اشربها مع الماء. زين. بالنسبه للاستخدام هل نقدر نقول انهم يستخدمونه بالنسبه للخلطه هذه يستخدمونه مرحله معينه بعدين يوقفون، ولا ياخذ فتره زمنيه كذا؟ هي بس 20 يوم اول حاجه. نعم. ويشوف كيف التحسن. وهي طبعا الشخص يوزن بعد وزنه يشوف يعني في اخر 20 كم بيزيد كيلو كيلوين. نعم. اي بهذه الطريقه. فاذا اكتفى بالموضوع هذا بعدين خلاص ما في داعي للاستمرار عليها. ممتاز. واذا ما اكتفى يعود. لكن بس في نقطه هناك طبعا الشغل الكثيره يعني كثير من محلات العطاره الكثيره تجي 3 انواع. نعم. هذا النوع هي الدرجه من النوع الاول اللي هو الشراب خاص. نعم. في نوع ثاني يجي اسمه نفس الشيء كثيره وقريب من الشكل هذا لكن يستخدم للمشاكل الشعر. اي نعم. وفي نوع ثالث يستخدم مشاكل البشره. ونفس الالوان يكون هي شبيه من اللون، يقول لونه احمر شويه زياده، هذا لونه ابيض مثل قشر البصل. اي نعم صحيح. اي كذا، او انا مثل بعض الاخوه يقول مثل الحبار مقطع. اي نعم. او كنا حتى الشمع اذا كان العسل. نعم. كذا بهذه الطريقه. فهذاك لا، هذاك يجي قطع سميكه ويقولون على اللون الاحمرار. اي نعم. فهذيك يعني اي واحد عن طريق قراطين كثيره فيعرف ان هذيك النوع من الشجره. ممتاز. ما تشرب ما تاكل اصلا. اي نعم. هي ما في مشكله اذا اكلت لكن ما غير ما بتعطي الفعاليه. ما تعطي الفعاليه. اذا بالنسبه للكثيره هناك 3 انواع
يعني عشان تعرفون النوع الافضل هو اللي تكون بيضه كذا يعني مياله للبياض اكثر. اما بالنسبه للنوع الثاني اللي هو يستخدم للشعر او البشره او للبشره اللي هو يميل للحمره اكثر. كثيره تطحن تصنع كذا بشكل ناعم جدا يخلط مع العسل او مع العصير او كذلك مع الماء وتشرب لمده 20 يوم ان شاء الله تكون النتيجه. عندنا اتصال دولي نقول مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. يا ليت ترفعين الصوت. عفوا الاسم مره ثانيه. الاسم مره ثانيه. ام احمد بالكويت. تفضلي يا ام احمد بالكويت. يا مرحبا. هلا والله ام احمد. لو سمحت ممكن اسال الدكتور الفاضل؟ اي اسمعي. عندنا الوالد يعاني من تضخم، موضوع غير على الوزن. تفضل. الوالد يعاني من تضخم بروستاته. ها؟ تضخم البروستاته. اي يعني مسبب له تعب، استعمل اعشاب طبيه وادويه من الطبيب بس ماكو فايده. يعني تحس ان الماء تكرم يعني تغطير. في حراره يعني. كم عندكم مصفق ويعاني من الضغط المرتفع. كم عمره؟ عندكم مصفق من الدكتور؟ عمره فوق السبعين سنة. فوق السبعين سنة. إذا راجع طبيب أم أحمد؟ إي راجع، عنده تضخم بروستاتا كان مغريه عملية بس إنه ما يصير لأنه عنده سوائل على الرئة. أنا الجزئية الثانية ما سمعتها معليش اعذريني. تضخم بروستاتا يعني سوائل. ما يصير العملية لأنه ضغطه مرتفع. ضغطه مرتفع. خير ان شاء الله. في عنده علاج حق سوائل حق الرئه؟ سوائل ان شاء الله. اللي هو ماي بالصدر ان شاء الله. سمعيني يا ام احمد وان شاء الله تلقين الاجابه الوافيه ان شاء الله. مشكور على اتصالك والله يشفي يا رب ان شاء الله. ام احمد كيف ممكن نرد على طبعا سؤال خارج عن الموضوع؟ طبعا موضوع البروستاتا وتضخم البروستاتا طبعا اي شخص اقل من 38 سنه ما يكون عنده تضخم في البروستاتا معروف طبيا يعني نعم. مجرد التهابات في البروستاتا من بعد 38 سنه تتحول هذه الالتهابات الى تضخم او يمكن حتى لاورام. فنسال الله الشفاء لوالدها. فهو عنده تضخم في البروستاتا. طبعا البروستاتا من الدرجه الاولى تعمل مشاكل انحباس في البول وتقطع في البول ومشاكل في المسالك البوليه وحتى في المثانه. نعم. وهذه الاشياء تعمل يعني السوائل ما تخرج بشكل صحيح فترجع الى المثانه وترجع حتى عند الاضطرابات في المعده. مثل ما تفضلت هي عنده سوائل في الرئه. اي طبعا احنا يعني هنا عن نظام الطريق الاعشاب شو نظام اللي يختلف في الوصفات العشبيه. اي نحن ما فقط نعطي بس دواء للتضخم البروستاتا نعطي للاشياء اللي هي سببها البروستاتا. نعم. البروستاتا طبعا عملت مشاكل الحين في الرئه. فمن افضل الاشياء اللي عشان الرئه شجره الزوفه. هي موجودة عندنا شجرة الزوفة. نعم. موجودة عندنا في الكويت. هذه عشبة تأخذها من العطارين وتغلى مع الماء وتشرب مثل الشاي. هي هذه ممتازة عشان السوائل اللي في الرئة وعشان التهابات الرئة وعشان إدرار البول. طبعا البروستاتا عملت لها مشاكل في المسالك البولية وانحباس يمكن في البول. فالصمغ العربي العشبة السحرية دائما أسميها الصمغ العربي من الأشياء الممتازة لإدرار البول. نعم. وتأخذ كذلك نفس الشيء عشبة أخرى اللي هي شواش الذرة مع شوكل الجمل. موجودة هذه العشبة كلها موجودة في الكويت وبكثرة عندهم بعد. إذا شجرة الزوفة هذا بالنسبة لسوائل الرئة. نعم. والصمغ العربي بالنسبة عشان تنشيط وظائف الكلى وإدرار البول وتنظيف المسالك البولية. وشوش الجبل شواش الذرة وشوك الجبل هذه عشبتين هذه مفيدة كثير عشان موضوع مشاكل المسالك البولية وتضخم البروستاتا. الاستخدام مالهم كيف يتم؟ هذه طبعا العطار ممكن يوصف لها هي ممكن العطار يوصف لها. اذا يعني اذا ممكن عطار تثقين فيه في دولة الكويت موجودين بكثرة ما شاء الله على مستوى الوطن العربي ولكن بس انه يكون تعرف ما يقولون لهم هذه العشبة هي الأصلية وما شابه ذلك. شجرة الزوفة وكذلك الصمغ العربي وشوش الذرة وايضا شوك الجبل هذا ان شاء الله يكون مفيد بالنسبة للوالد. ايضا بس لا تهملون كذلك المراجعة الطبية لازم يكون أكيد. اذا كان بعد الوالد يعاني من السكر او الضغط بعد هذه اشياء أكيد. ممكن أكيد. لازم يكون متابعتها. وفي بعد الحمد لله الحين عشان موضوع البروستاتا الحين الطب الحمد لله فضل الله يعني حتى امس جاني مريض فقلت اساله كيف طريقه الفحوص حتى عندنا في السلطنه. نعم. الحمد لله في اجهزه وفي طرق للعلاج وكشف المرض يعني ما تصورت بهالشكل يعني فضل الله عز وجل يعني الحمد لله نسال الله ان يدوم علينا الصحه والعافيه لجميع المسلمين. استاذ صهيب الله يعطيك العافيه. استاذ صهيب انا سعيد كثير بوجودك معنا. وقتنا خلص ولكن ان شاء الله نوعد المشاهدين ان شاء الله بمواضيع جديده. اذا الكثيره هذه النبته الخاصه بزياده الوزن كل اللي يعاني من والله بصراحه للحين مو مقتنع انه في احد يحب يزيد وزنه ولكن اذا كنتوا رشيقين وربي منعم عليكم بالصحه والعافيه خليك رشيق ترى بعدين اذا زاد الوزن بتقول تباك تخفف فنصيحه بديناها. عموما الكثيره هي عشبه
بيضاء اللي فيها حمرة أو تميل اللون البرتقالي، هذه لا تصلح للاستخدام، هذه خاصة ممكن بالشعر أو كذلك بالنسبة للبشرة. تطحن، تخلط يا بالعسل أو بالماء أو بالعصير لمدة 20 يوم، إن شاء الله تكون أثرها إيجابية. واللي يحبون يسخونها سف ممكن بس ملعقة صغيرة، وإن شاء الله للصحة والعافية. شكرا مرة ثانية لك، يعطيك العافية، تسلم ما قصرت. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، احنا الحين بناخذ فاصل قصير، من بعد إن شاء الله بتكون عندنا قراءة سريعة لأبرز العناوين، لا تروحون بعيد. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ولا أبرز العناوين الصحفية من جريدة عمان والوطن وكذلك مجموعة من الأخبار العالمية. نبدأ بجريدة عمان، وخبرنا الأول يقول: السلطنة تشارك في اجتماع لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط. ونهاية ذي العقدة آخر يوم لدخول الحجاج برا، والرابع من ذي الحجة بيكون جوا. وأيضا من عناوين جريدة عمان: انطلاق أعمال معرض المنتجات العمانية أوبكس 2014 بمركز دبي للمعارض. أما الآن لجريدة الوطن، وأول عناوين: انطلاق برنامج إدارة المشروعات الاحترافية لبلدية مسقط. ومن أبرز العناوين كذلك الفنية: دار الأوبرا السلطانية مسقط تفتتح موسم عروضها الجديدة بمسرحية أوبرا ماكبيث لفير دي، وهي تعتبر المآسي الأربعة لشكسبير: هاملت، ماكبيث، لير، وعطيل. والإسكان تسند مشاريع إنشاء وحدات سكنية بأكثر من 290 ألف ريال عماني بمسقط وجنوب الشرقية. والآن مع مجموعة من الأخبار العالمية: نباتات تنمو بطريقة أفضل وأسرع، قام استوديو باج ديزاين من برشلونة بابتكار أوعية زهور جديدة صممت خصيصا لجعل النباتات تنمو بطريقة أفضل وأسرع من ذي قبل. ويكمن سر هذه الطريقة في الأوعية المصممة من أجل حصول النباتات على أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس. وايضا نبقى مع اللوحات الفنيه، كل يعني في كل حلقه قاعد نظهر كذا مجموعه من العناوين. لوحات المكسرات من الفنون الجديده والغريبه، الخامات التي تستخدم في فن رسم معروف ومحدد مثل الالوان الخشبيه وكذلك الكلاريك معروفه ومحدده مسبقا، ولكن استخدام الخامات الجديده مثل المكسرات هي الجديدة. قام الفنان السعودي ياسر أحمد الذي جعل من المكسرات إحدى الخامات والأدوات التي يرسم بها لوحاته بفن ابتكاري جديد. هذه كانت أبرز العناوين الصحفية من خلال جريدة عمان والوطن وكذلك الأخبار العالمية اللي انتقاها فريق برنامج قهوة الصباح. الآن يعني ممكن لاحظتونا في الحلقة اللي أمس بالتحديد كان عندنا حديث حول لعبة التايكواندو، عندنا الحين تقرير حول الكاراتيه، نشوفه ونرجع بعدين. الكاراتيه لياقة وقوة،
هو أسلوب حسن التصرف للدفاع عن النفس معتمدا على اللياقة البدنية والقوة الجسمانية والعقلية دون استعمال للأسلحة التقليدية الفتاكة. ومن أبرز صفات ممارس الكاراتيه مرونة وقوة العضلات والتوافق العضلي العصبي وسرعة التلبية، ولا يقف هذا الفن على الحركات الجسمانية بما فيها من عنف وهدوء، إنما يتعداها إلى الفكر فينميه ويطوره، وإلى النفس فيربي فيها الثقة والجرأة، كما يدعم الشجاعة والتحكم في الإحساس والشعور لدى الأفراد. ومن ميزات فن الكاراتيه أنه ليس مقصورا على مرحلة معينة، بل أنه يناسب جميع الأعمار ويستطيع أن يمارسه الصغار والكبار. ومن فن الكاراتيه إلى فن آخر، ولكن من خلال آلة التصوير. معنا حديث الحين مع المصور الضوئي المعتصم بصالح البلوشي، وهو أحد أعضاء الجمعية العمانية للفنون، الجمعية العمانية للتصوير الضوئي. احنا سعداء كثير بوجودك معنا. أنا دائما يمكن ارتباط الجمعية مع الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي من قديم الأزل. عموما نرحب فيك وزارتنا البركة، وحياك الله. خلينا شوي قبل نتعرف شوي على نشاطك والامتيازات اللي تتمتع فيها في مجال التصوير. أي لون أو أي مود عندك أنت خاص؟ أول شيء أشكركم على هذا الاستضافة الطيبة. واجبنا. سامي ما قصرت. شيء ثاني، أنا من محبين تصوير البورتري وحياة الناس. ممتاز. أميل الأبيض والأسود كثير، والملون في بعض الأحيان، بس أحب أن أركز على القصة ما خلف الصورة. يعني ممتاز. يعني الحكاية يمكن تكون هي عنوان للصورة. كثير ما تختلف الحكاية من صورة لصورة. حلو. فتفيد هذا الشيء للمشاهد، يعرف ليش المصور بالذات شاف هذه الصورة، ليش خضها، يعني ليش الزاوية المعينة، ليش التعديل المعين. طبعا التعديل وايد يفيدنا احنا كمصورين. يعني الفوتوشوب يلعب دور. يلعب دور. ممتاز. يلعب دور. زين، خلينا نتكلم شوي عن المعرض الأعضاء الجدد بجمعية التصوير الضوئي. معرض الأعضاء الجدد هي الفكرة ان طبعا كثير تجي طلبات من جمعية التصوير في قدوم الاشتراك في الجمعية. طبعا ممكن تكون فيها بعض الصعوبات في اتخاذ العضو من عضو آخر. طبعا تعرف لكل جمعية في عندها سياسة معايير خاصة. طبعا ما نقدر ناخذ كل الأعضاء. لازم يكون العضو يعني تحت إشراف معين من لجنة اللي هم من قبل الإدارة من جمعية التصوير. بعدها في حالة اكتمال عدد معين تقوم الجمعية بعمل معرض بسيط. ممتاز. علشان تشجع الأعضاء الجدد. ممتاز. عشان يزيدوا من إبداعاتهم كده. متى بيكون المعرض إن شاء الله؟ هو كان أمس المعرض لمدة يوم ومستمر. هو مستمر لتاريخ 30/9. حلو. وبعدها ينتقل للبريمي. ممتاز. محافظة البريمي، وفي خطة ممكن ينتقل لصنعاء. محافظة. ممتاز. بالنسبة للمعرض في مقر الجمعية صح؟ نعم. نذكر مقر الجمعية وين؟ مقر الجمعية في الموالح ولاية السيب، جنب مشروع الموج. مقابل الموج. هو مقابل الموج. ممتاز. أنا بس ليش قاعد، لأن كثير من الناس يحسبون الحين في العليبة وانتقل. أيوة. إلى الحين. بالنسبة يعني هل هي كم تقريبا لوحة فنية بتكون موجودة؟ عدد اللوحات أو عدد المشاركين من محافظة مسقط هي 37 مشارك في 44 صورة. وبعد عندك من محافظة البريمي 4 مصورين و4 صور. ممتاز. يعني تقريبا الإجمالي كم صورة تقريبا تكون؟ تقريبا عدد الإجمالي هو يكون 46. 46. إذن هل تختارونهم المواضيع ولا تعطونهم الحرية؟ لا، الحرية التامة. ممتاز. إذن أنت عضو. أي نعم. وإن شاء الله بتكون من قدماء الأعضاء خلال السنوات القادمة. إيش اللي لاحظت لما تشوفون؟ هل تكون منتقدين أو مشاهدين أو مجاملين؟ ودي شوي، خاصة لأنهم جدد يعني. بصراحة المجاملة هي تضيع كثير. ممتاز. حلو هالشيء. وهذا اللي نحن نلاحظه من خلال برامج التواصل الاجتماعي. أي نعم. إبداع. إبداع. روعة. لكن المصور يبحث عن النقد. نعم. يعني بس النقد البناء، لأن في نقد جارح ترى. في نقد جارح. النقد الجارح ممكن يأثر من شخصية المصور. طبعا أي مصور ما يرضى لصورته. نعم.
هذه صورتي من هذه التعبئة يعني أنا ما أرضى لأي شخص إنه ينتقدني بس إذا كان انتقاد ممكن يفيدني أنا أوكي أنا رحب فيه أما نقد إنه ممكن يكسرني لا أنا هذا ما أرفضه ممتاز إذا المعرض مستمر حتى 30 من الشهر الحالي ومن بعد إن شاء الله بينتقل إلى محافظة البريمي وفي نية إن شاء الله ينتقل إلى محافظة ظفر أعمالك القادمة أعمالي القادمة إن شاء الله أنا أنتظر بشغف مهرجان مسقط القادم لأنه كنز للمصورين بأمانة بس في خطة إن شاء الله أن أروح لجمهورية الهند ما شاء الله وناخذ رحلة استجمام وتصوير فردية ولا بيكون معك أحد؟ لا احتمال يكون فردية في شل بالحالك وحيد يعني أحسن شيء عشان الزوايا تكون خاصة فيك وما حد ياخذها يلا يعطيك العافية المعتصم أنا سعيد كثير بوجودك معنا نورتنا برنامجنا قهوة الصباح هناك إن شاء الله دائما التألق تعطي فكرة بس قبل ما نختم نوعية الكاميرات اللي تفضلها واللي ممكن تشجع للأعضاء المستقبليين وممكن يستخدمونها من الوقت الحالي طبعا في كاميرات أنا لما بديت بكاميرا عادية فتطورت بعد ما تطورت طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى وبعدها الجمعية ومنهم الشباب ما قصروا معي أنا أفضل أن في بعض الأشخاص أنهم يطلعوا على طول طالع واحدة لفول فريم هذا ممكن يعني إذا هو ما فاهم الكاميرا فيقول أنا ليش أخسر بالآلاف ريالات على شيء أنا ما أفهمه فأفضل أنه يبدي ستيب باي ستيب أفضل لهذه الطريقة نقدر نقول الحالي بدون يعني ما نقول 7D ممتازة صراحة اللي هي تجمع ما بين الاحتراف والمبتدئ ممتاز هذه تكون في مرحلة كذا إذا كنت نوعا ما تصور بس إذا كان ميح إذا كان ميح يعني ممكن أبدأ بال ممكن الأجهزة الهواتف حتى ممكن أنا قصدي ليش؟ لأن كثير من الناس يدفعون مبالغ طائلة بعدين يركنها على الرف أو أنا واحد من هالأشخاص بداية فكنت الكاميرا عندي تقريبا 4 أشهر بعد ما خضيتها قلت على أنا ما عرفت له فبعد ما رحت صلانة مع الشباب استمتعت هناك معهم الشباب صوروا وعلموني شوي فبعدها دخلت الجمعية ممتاز بشيء يذكر هناك دائما في عيادة كانت في الفترة السابقة كل يوم سبت حاليا صارت كل يوم احد بالجمعيه العمانيه للتصوير الضوئي اللي مقرهم بالحين مقابل الموج ممكن تروحون هذه العياده وتتعرفون وتكتشفون نفسكم وقدراتكم يوم بعد يوم مثلكم مثل كثير من الزملاء في مجال التصوير شكرا مره ثانيه لك معتصم واتمنى لك كل التوفيق يا رب يا مرحبا الله يعطيك العافيه اذا كانت هذه فقرتنا الثانيه في برنامجنا قهوه الصباح مسك الختام بيكون عندنا موضوع خاص بالنساء وبالتحديد بما يخص العناية بالبشرة مع خبيرة التجميل ناتية البلوشي لا تروح البيت تشير دراسة جديدة إلى أن استخدام اللهايات من قبل الأطفال الرضع لا يتعارض مع الرضاعة الطبيعية كما كان شائعا من قبل قد يصبح طفلكم معتمدا على اللهاية خاصة إذا تعود أن ينام عليها فستعاني من استيقاظ عدة مرات ليلاً مع بكائه الشديد عندما تسقط اللهاية من فمه لذا يفضل أن تعطيه اللهاية في أوقات محددة
مشاهدينا الكرام والى فقرات برنامجنا قهوه الصباح. فقرتنا القادمه بتكون الخاصه بالعنايه بالبشره. كثير من المناسبات يمكن في الفتره الاخيره ما زالت يعني بالتحديد بعد شهر رمضان المبارك كثره المناسبات السعيده، اعراس، افراح، خطوبه، شو يسمونه بعد في شغلات كذا ما بعد العرس في بعضهم يسوون صباحيه. المهم فالمكياج لعب دور، يعني اذا ما كان كل في الاسبوع ممكن 3 مرات او 4 مرات يعني المساحيق التجميل خذت مساحتها واكثر خلال هذه الفتره. كثير من النساء يعانون ما بعد هذه المناسبات او بعد فتره مثلا فتره الصيف والى ذلك، يعانون مثلا يا انهم في بقعه في البشره او في مثلا هالات مثلا تحت العين، في بعضهم مثلا يعانون من المسامات هذه تنسد، في بعضهم يقول لك الرؤوس السوداء. طبعا يقول عبد الله من وين جاب الخبره؟ طبعا الله يخلي جوجل والانترنت فتعرف بعض التفاصيل اللي تشتهر عند كثير من الاخوات او كذلك النساء، وتتفاوت ما بين الاعمار ان كان كبار السن متوسطي او الفتيات. كثير من خبيرات التجميل ينصحون باستخدام المساحيق التجميل يعني المعروفه ذات الاسم التجاري الجيد. لازم تكون هناك في طبقات يعني توضع قبل موضع المكياج، تستخدم كذلك المساحيق الجيدة. ما بعد المكياج لازم تمسح، هذا في بعضهم من التعب ينامون يقومون الصبح بعدين يقول لك يا ليت اللي ما جرى ما كان. هذه بصورة عامة بالنسبة لمواضيع مساحيق التجميل. احنا الحين عشان اشوقكم معنا ضيفتنا الأستاذة نادية، بناخذ فاصل صغيرون وراجعين لكم. من منا لا يحب طعم الكيك أو تلذذ بأشكاله وألوانه الرائعة والتي تجذب إليها الصغير قبل الكبير؟ فالكيك كان وما زال المتربع على مائدة الاحتفالات والمناسبات السعيدة، واختلف شكل الكيك بأنواعه باختلاف طرق تزيينه بالكريمة وغيرها من مواد التزيين التي أدخلت عليه، حيث يتفنن الطهاة في التزيين كلا حسب ذوقه وخبرته، كما أن للحلويات بشكل عام دوراً في تحسين الحالة النفسية للشخص، وذلك لوجود نسبة من السكريات فيها والتي بدورها تعمل على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط. ولكن لا بد من التوازن في تناول الحلويات حتى لا تتسبب لنا في مشاكل صحية بسبب الإفراط فيها. وزي ما قلنا لكم كذا عشان عنصر التشويق جبنا لكم حلى عشان اللي يبغون يزيدون وزنهم، تاكيدا على فقره استاذ صهيب. كثر من الحلويات بس اكلوا الشغلات الصحيه. انزين، سمعت المقدمه ناديه؟ اوكي. رحب فيك ناديه بنت احمد البلوشيه خبيره التجميل، ويعني يمكن كثير من النساء من ذكرت لك اياهم بعض المواقف اللي يمرون فيها. فكيف ممكن يعتنون ببشرتهم بشكل صحيح؟ وقولي لنا النصائح بحكم خبرتك، وبعدين اذا كان في مواد يعني تستخدم بشكل ان كانت اقنعه طبيعيه او كذلك المستحضرات المعروفه. هو شوف اصلا المفروض الوحده قبل ما تبتدي بالميك اب فترات يعني لما تكون عندها مناسبه تحاول انها بشرتها تغذيها. نعم. اول شيء الغذاء الصحي السليم على اساس انه يعني يعطيها الفيتامينات وهالمحتاج تحتاجها. وبعد في كريمات خاصه هي الحمايه من الشمس، كريم خاص من حمايه الشمس.
عندها هذه هذه لازم يوميا تستخدمها. ممتاز. وعندك اللي هو قبل الميك اب توضعه اللي هو مرطب الميك اب. انزين، فعندك بعد اي مرطب ولا في مرطبات معروفه يعني؟ هو اي مرطب ما لازم، في ناس يعني على التفاوت يعني ما لازم انه يكون واحد ماركه غاليه. اي نعم، فتاخذ هذا المرطب دائما تستخدمه وتعمل تقشير البشره في الاسبوع 3 مرات. في الاسبوع 3 مرات؟ اي في البيت حتى اللي هو هذا التقشير العادي. اي نعم، هذا وايد يساعدها في الميك اب. ممتاز. وعندك اللي هو البنت افضل يفضل انها ما قبل اللي هو 16 سنه تبتدي تستخدم الكريمات اللي هي حتى تحت العين. يفضل انها بعد تستخدم، لان اول ما تبتدي التجاعيد مستحيل انها تقدر يعني تعالجها. يعني من 16 سنه لازم تكون في اهتمام بالبشره. بالبشره يعني ما بتصير الباندا بعدين. أيوة. عليك. زين زين، خليني شوي انا بقولش بعض الاشياء وقولي لي اذا هي صحيحه ولا لا. أوكي. في بعضهم يقول لك انا اسوي اقنعه، يمكن حتى في حلقه سابقه قبل فتره ايش قلتي لي البنانه ايش ماسك أوبن. أبنان. اوبن بنانه. لا الاوبن بنانه هذيك ميك اب. ماسك بنانه هذاك ثاني. ماسك بنانه هذا شيء ثاني. هي ما هذا الحين انا بجيش على التقليعات. خلاص اوكي. احنا اذكر كانوا يقولون استخدموا اقنعه العسل لانها مفيده، وضع الخيار او الزبادي او الروب كما يطلق عليه ايضا واحده من الاشياء اللي تساعد على العنايه بالبشره. والحين بعد قلتي لي بنانه، ما يندرى بكره بشوف سله فواكه بتنحط. المهم هل بالفعل هي مفيده؟ اي مفيده كثير للبشره. هذا تعملها حتى في الشهر مره او مرتين، وايد زين للبشره، تغذي البشره. وهي ماسك طبيعي هذا. نعم. وفي ماسكات اصلا بعد اللي هي الكيميائيه. كيميائيه. اي نعم. اوكي. يعني هم اثنين فهم، بس الماسكات الطبيعية في بنات اللي هو تتحسس بشراتهم البشرات الحساسة. اي نعم. فيفضل انها تستخدم الماسكات الطبيعية. ايش كثر مهم انتم كخبيرات تجميل في مجال وضع المكياج؟ لان في بعضهم يعانون من قشور على البشرة، وخاصة في توزيع مثلا الفونديشن كذا في البداية تعاني، لازم تغطي هذه الطبقات بقدر الإمكان. إيش كثر ممكن تعالج؟ يعني قولي لي بعض الإشكاليات اللي تشوفونها دائما عند البنات وتحاولون تقولونها من خلال فقرتنا. هذه مفروض أصلا البنت قبل ما تبدأ هذه أصلا مفروض هي في شكل يومي أنها تحاول أنها تعالج بشرتها، ما تجينا وهي عندها القشور. لأن أنت حتى لو مهما كنت يعني تعمل تغطية بس ما تكفي، يعني انك تغطي كم بتغطي؟ نعم. اللي هي عندك البقع، عندك اللي هي القشور مثل ما قلت. يعني ياخذ شغل كثير. فعند الوحدة لازم دائما تغذي بشرتها، اللي تحط لها كريمات اللي هي المساء، الكريم الصبح. فهي هذه اللي تعالجها وما تسمح هذه الاشياء المشاكل تجي عندها. نعم. ايش رايك في الذهب؟ هذا كثير حلو. زين. لا واستخدام الذهب أكيد. زين، تعرفون إن أنا ليه سألته؟ لأن كان في مرة من المرات كنا نتكلم عن أقنعة الذهب، بس إحنا عندنا تقرير الحين يتكلم من أكثر نساء العالم اللي عندهم ذهب، تخيل مين؟ الهنود. نتابع التقرير وراجع. تملك ربات البيوت في الهند 11% من احتياطي الذهب في العالم، أي أكثر من احتياطي الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من احتياطي سويسرا أيضا، وذلك بسبب حرص العائلات الهندية على شراء كميات كبيرة من الذهب للمرأة في ليلة زفافها، حيث أنه يعد من أعرافهم التقليدية. حبينا اليوم نعطيكم كذا حتى تخلل الفقرة، أن نعطيكم مواضيع كذا تهم النساء. ممكن ليش أنا حطيت موضوع تقرير الذهب؟ لأن كثير من الناس تحرص أن يكون عندها يعني مجوهرات خاصة فيها، بس اللي فاجأني من خلال هذا التقرير أن النساء الهنديات هم أكثر نساء تجميعا للذهب، ما شاء الله تبارك الله. زين، نرجع شيء بشيء يذكر، يمكن سمعتونا تكلمنا عن أقنعة الذهب، هل هو ذهب صحيح يعني ولا يعني لونه لون الذهب؟
والله اللي انا اعرفه ان لونه لون الذهب، بس انه في اعتقد نسبه ذهب شوي. ومدى يعني العلاج اللي ممكن يعطيه او الفائده؟ كثير يعطي نظاره للبشره. ايوه. هل هو يعطي نظاره؟ يعني شو، انا في شغلات انا احس انها تكتسب من خلال عقليه الناس، يقول لك انا بحط الذهب يعطيني نظاره، فينعكس نفسيا مش حقيقه. لا, 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 لا هو اصلا ماسك الذهب يعطي نظاره اكيد للبشره. ممتاز. ايوه. اذا خلينا الحين شوي انا باخذ من خلالك بعض التجارب. المرء يعني النساء تبدا يومها كيف وتنهي بكيف؟ لأن في كريمات مالت النهار، في كريمات مالت المساء، مساحيق مثلا تستخدم أو ماسكات، كيف تبدأ يومها على مدار الأسبوع؟ يعني نبدأ من يوم الأحد إلى الأحد اللي بعده. أوكي. هو أول ما تصحى الصبح، هو أول شيء أنت لازم تغسل بشرتك لازم في اليوم مرتين، ما تنام بمسحوق الميك اب، هذا وايد يأثر على البشرة. أول ما تصحى الصبح طبعا اللي هو كريم حماية الشمس، في أنواع. نعم. في ناس تحب الخفيف، في نوعيات هي تكون فيها نسبة فاونديشن. نعم. تستخدمها، تحط باودر خفيف اللي هو ميك اب الخفيف للعمل. نعم. مثلا تروح ترجع من العمل تغسل وجهها وتعمل كريم خاص للبشره اللي هو يغذي البشره. اذا حبت تعمل ماسك تعمل ماسك، ما حبت يعني هاي كلها يعني هذا شيء راجع راجع لها. نعم. واهم شيء قبل ما تنام نفس الشيء، تنظف البشره كليا من الميك اب وتحط لها كريم خاص للمساء. نعم. على اساس هذا يعطيها نظارة. إذا هذا بالنسبة للعادات اليومية لازم أسويها. أنت ذكرتي لي لازم يكون في ماسكات، وقلتي لي بعد نفس الطريقة شو اسمه تنظيف البشرة. تنظيف البشرة. البشرة. في كريمات اللي يكون فيها زي الحبيبات كذا. هي هذا هو التقشير. التقشير. يعني. هي هذه في الأسبوع ثلاث مرات يفضل لازم أنها تستخدمها. زين، والفيشل هذا شيء ثاني. هذا الفيشل في الشهر مرة تستخدم. في الشهر مرة. هذا بعد يعطي الوجه نظارة. ومن تعرف إحنا ما شاء الله الشمس عندنا الشمس قوية جدا. نعم. فهذا يعني يحتاج البشرة أساس أنها ما تتعب عندها. زين، وفي نفس الوقت قلنا الفيشل، قلنا الرؤوس السوداء. هذه الرؤوس السوداء من وين تجي؟ اللي هي انت طريقة تنظيفك للبشرة. طريقة التنظيف اللي هي مثل ما خبرتك انها لازم تنظفها في اليوم مرتين. نعم. او اكثر من مرتين مو مشكلة. واللي هي بالتقشير. هذا ما تخليها تسبب انها تيجي عندها الرؤوس السوداء. نعم. فلازم تكون يعني تحافظ بشرتها جدا. ممتاز. فتنحت وهي نايمة ما تحط اي شيء على وجهها غير الكريم الخاص بالمسح. نعم. وبعضهم يرجعوا مثل ما قلت من الافراح او شيء يكونوا تعبانين ويناموا بالميك اب. اي نعم. اي نعم. زين، خلينا انا يعني بستثمر وجودك مع، اتمنى قدرنا يعني قدرتوا تتلمسون ايها الفتيات يعني الطريقه الصحيحه اللي قالت لنا اياها اخت ناديه. بحكم انك انت خبيره تجميل، انا اللي عارفه وممكن اغلب الناس اللي يمكن مهتمين في هذا المجال او اللي يتابعون، ان كل سنه في تقليعه في موضه بالنسبه للمكياج. هالسنه ايش اللي دارج بالنسبه للالوان؟ الميك اب افضل ميك اب الحين هو اللي دارج اكثر شيء، ميك اب الهادي. العادي. الهادي. الهادي. ايه. الالوان الخفيفه الهاديه الترابيه. هي هذه اصلا الموضه اللي ما يعني ما تقدم. ممتاز. هي الاساسيه. الاساسيه الحين يعني هي اللي دارجه اكثر شيء. وبالنسبه لرسم العيون ايش اللي بعد؟ فاذكر مسحوبة انا او مسحوبه. المسحوبه يعني تكون اللي شو اسمه هي الحين اللي يكون كله مموه، الميك اب ما يكون الدخاني اللي مثلا الدخاني عندك. نعم. الالوان الهاديه الترابيه تدرجات الالوان. عندك اللي هو اللاينر المسحوب اللي مثله. نعم. فهذه هي هذه الموضه الحين. ممتاز. زين، بالنسبه لاختيار نوعيه المكياج ايش الاساسيات؟ ما تقولي لي ماركات، ايش المعايير المفروض يركزون عليها في القراءه لحظه اختيار المكياج؟ مثل ايش انت اللي حابب؟ يعني الحين اللي عارف انه يقول لك لازم نسبه كذا في كذا او شيء تكون، يعني انا قصدي كيف تختارون انتم المكياج؟ هل هو على اللون، الماركه؟ هو تشوف كل وحده لها لونها يعني. لان انا بعض المرات اسمع يقول لك هذه الماركه احسن من هذا، انزين نفس اللون. لا، في نوعيات، في ناس مثلا عندهم بشرات، عندك البشرات مختلفة حساسة، بشرة دهنية، بشرة. نعم. جافة. عندك البشرة المختلطة. نعم. فأنت تختار على هالمعايير. ممتاز. يعني الفونديشن مثلا الباودر، في ناس تستخدم ماركات الغالية. فما تناسب بشرات، ما كل البشرات تناسبها. في ناس تستخدم ماركات العادية. حلو. تناسبها. أنت ذكرتي لي العمر 16 سنة وهي نقدر نقول الفتيات اللي دخلوا عالم المكياج. يصير عندهم في هذا، ممكن آخر سؤال عندي، عندهم شغف كذا إنه تبغى تحط الألوان الزاهية، كيف ممكن تنصحينهم أو يبدون إيش؟ خاصة الحين عالم الإنترنت، يدخلون على صفحات في اليوتيوب على الجوجل ويشوفون مثلا اعملي كذا سوي كذا استخدمي هذا الماركة
بعدة جنسيات، في بعضهم أسيويين، في بعضهم من أوروبا، في بعضهم من أمريكا، بالإضافة الدول العربية. كيف ممكن تنصحينا اللي عمرهم 16 سنة وكذلك أمها ممكن تساعدها في هذا المجال؟ والله أذكر مرة من المرات طلبوني في مدرسة غسان مكس وعطيت محاضرة في هالموضوع. حلو. فاللي هو يبتدي البنت تبتدي بالميك اب بهالعمر أن تستخدم الأشياء الهادية اللي هي تناسب عمرها، ما تسوي الأشياء اللي هي قوية. أكبر من عمرها. اللي هي باودر خفيف على البلاشر اللي هو كونتور أكثر شيء الحين البنات ما شاء الله عليهم الكونتور اللي هو رسم الوجه. أي نعم. حمرة خفيفة. أي نعم. كحل داخل العين بهالعمر هو هذا اللي يناسبهم لا أكثر ولا. نعم. مشكورة شكرا. أي نعم. لخبيرة التجميل نادية بنت أحمد البلوشية نورتينا برنامجنا قهوة الصباح وتحية لأسرتك وعيالك اللي قلتي أساميهم بس بعد عماد وضاء. الله وضاء وضاء. ما شاء الله ما شاء الله الله يخليهم لك اسمهم جميل. شكرا لك مره ثانيه اتمنى لك كل التوفيق يا رب. الله يخليك. يا مرحبا. احنا ما زلنا يعني دائما مستمرين من خلال برنامجنا قهوه الصباح في تقديم مجموعه من المواضيع وايضا الفقرات. موعدنا بكره ان شاء الله بمواضيع جديده وفقرات جديده. لا تروحوا بعيد دائما خليكم على الموعد. السلام عليكم.